السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون جميع الأصدقاء في خير وفي نعمة، اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا في البداية مشكور الأخ الحبيب من تونس لمشاركته معانا للفيديو دوت، فإن شاء الله نتكلم على بعض الأمور اللي متواجدة داخل الخليتين اللي هيتم فحصهم، ونسأل الله يا رب يبارك في نحله، اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا في البداية نتمنى من الأصدقاء الجدد اللي أول مرة يتابعوا معانا يشترك في القناة، لعل أي فيديو يتم نشره يصل للأخ إشعار بأن تم نشر فيديو. النهاردة تاريخ 18 من شهر يناير لسنة 2025. طبعا الله يبارك في الأصدقاء، ده فيديو تم إرساله من أخ حبيب أو أخ غالي علينا من المتابعين من تونس. زي ما احنا شايفين الأجواء ربما يكون معتدلة، ونقدر نقول ما شاء الله ربما يكون مخزون العسل داخل البراويز مخزون ممتاز، ولكن المشكلة اللي احنا لاحظناها أثناء فحص الخلية الأولى أو الخلية الثانية في الفيديو دوت، إن لا يوجد يرقات حديثة، لا يوجد بيض حديث، تمام؟ فهنا أصبح إن في مشكلة، إن ربما يكون طال فترة الفحص أو الكشف على الخليتين أدى لخروج مثلا طرد أو حدث تفريغ للخلايا، تمام؟ طبعا التطريد أو التفريغ هو مصطلح واحد، ممكن من بلد إلى بلد أخرى بيختلف المصطلح، ده اللي احنا شكينا فيه. المشكلة لو حدث مثلا تيتيم أو الخلية فقدت الملكة، كنا لقينا بيوت ملكية في الداخل، ولكن اللي احنا لاحظناه زي ما احنا قلنا في الخلية الأولى أو الثانية، إن الحضنة اللي متواجدة نقدر نقول عمرها تقريبا في حدود 10-15 يوم، يعني حضنة مغلقة، لا يوجد أثر للبيض، لا يوجد أثر ليرقات حديثة، تمام؟ فده شك إن ربما يكون حدث خروج طرود من الخلايا دي، بسبب مثلا ان ممكن يكون الاخ صاحب المنحل ما فحص الخلايا مدة 15 او 12 يوم، ادى ان الخلايا ربت بيوت ملكية تطريد بسبب وجود نشاط وحدث تطريد. طيب انا نصحت الاخ الحبيب صاحب المنحل دوت انه في الزيارة القادمة للمنحل يضع برواز من البيض او اليرقات الحديثة، تكون اختبار داخل الخلايا ديت عشان نعرف هل النحل هيقوم ببناء بيوت ملكية ولا مش هيبني بيوت ملكية. معنى ان النحل ما بناش بيوت ملكية يعني فيه جوه في الخلية ملكة، وعلى الاغلب هتكون عذرة، وده اللي انا شايفه من استقرار النحل وحالة النحل وهدوء النحل، شايف ان ربما يكون في عذرة داخل الخلية، ربما مع الثلاث اربع ايام القادمة يتم تلقيحها، لان زي ما احنا قلنا ان ما شاء الله الاجواء ربما يكون معتدلة او ممتازة في تونس او في المنطقة اللي متواجد منها الاخ صاحب الفيديو دوت. في تونس فيه نشاط، فيه كمية ذكور متواجدة داخل الخلايا، وده شفناه لما جه يرفع الكادر او البرواز، يعني الكادر او البرواز اللي قدامنا ده فيه كمية ذكور متواجدة ما شاء الله. الحضنة زي ما انتم شايفينها حضنة مغلقة، ربما يكون عمر الحضنة دي تقريبا ممكن يكون عمرها 12-13 يوم، تمام؟ فالمشكلة اللي خلت ان حالي يشك فين الملكات ومبتضعش بيض ايه، هو ان لا يوجد بيض او يرقات. قلنا زي ما احنا قلنا هيعمل اختبار، يضع في كل خلية في الزيارة القادمة برواز من الحضنة المفتوحة او البيض او اليرقات الحديثة، وينتظر يشوف النحل هيبني بيوت ملكية ولا لا، تمام؟ النحل ما بناش بيوت ملكية، يبقى على الأغلب متواجد ملكات عذارة وفي انتظار التلقيح إن شاء الله. نصيحتي لأصدقائنا اللي عندهم نشاط زي الأخ اللي هو صاحب الخلية اللي قدامنا في الفيديو ده، اللي عنده نشاط لازم تقوم بفحص دوري الخلايا كل 10 أيام على الأقل، وتشوف النحل محتاج لتوسع بإضافة براويز، تمام؟ على قدر المستطاع، أزيد من لازم لأ، تمام؟ ولو في أي بناء لبيوت ملكات يتم هدمها بعد التأكد من وجود الملك. ده نصائح نتمنى نأخذها بعين الاعتبار، بالخصوص في الآخر 10 أيام اللي احنا متواجدين فيهم حاليا من شهر يناير لسنة 2025.
لان للاسف الشديد برضو في اخ حبيب من القصيم للاسف برضو بيحدث خروج تطريد وارسل لبعض الفيديوهات على الواتساب تمام يخرج طرد واثنين وثلاثة، وما تيجي تساله يقول لك انا للاسف ما فحصتش المنحل. يا اخي افحص الخلايا في المنحل عندك، ما تتركش الخلايا وفقط تقدم تغذية بس، لا افحص الخلية شوف في الداخل متواجد ايه، شوف الخلية من الداخل متواجد ايه، حضنة ايه، بيوت ملكية ايه، الوضع ايه. تمام، نتمنى من اصدقائنا اللي بيتابعوا معانا يقوموا بالامر ده الا في حالة استثنائية فقط، ان الاجواء منخفضة في حدود 17-18 درجة والاجواء برد ما تسمحش للنحال انه يفحص الخلايا، انت ليك عذرك. اجواء معتدله والنحل بينشط وبيسرح وفي نشاط وفي كميه حبوب لقاح، لازم تقوم بفحص دوري على الاقل كل 10 ايام. تمام، نسال الله العظيم رب العرش الكريم طبعا يبارك في نحل الاخ اللي مشارك معانا الفيديو دوت من تونس، اللهم امين يا رب العالمين. انا شايف صراحه ضاغط النحل بشكل ممتاز جدا. تمام، ونقدر نقول النحل طيب تبارك الله ما شاء الله، ولكن هي المشكله الوحيده ان ربما يكون حدث خروج تطريد فعدم غيابه للمنحل. تمام، شايف مخزون العسل ممتاز، تمام، وشايف نشاطه درجة حرارة ممتازة، بس ربما يكون غياب الملكات الأم أو الملكات الملقحة في الخلايا أدى لانقطاع البيض بسبب زي ما احنا قلنا التطريد في غياب النحال والتأخر في فحص الخلايا. تمام، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يا رب يبارك لجميع الأصدقاء والمتابعين معانا، مشكور اللي بيتابعوا معانا ويشاركونا فيديوهات على الواتساب لعل الجميع يستفيد منها. اتمنى من اي احد بيتابع معانا لازم يصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام، لان نقدر نقول ده مال ناس. تمام، ولازم ان احنا ننظر له بنظرة نقدر نقول مباركة ما يكونش فيها اي حسد، لعل الله سبحانه وتعالى يبارك له ويبارك لنا احنا كنحالين. شكرا جزيلا.